عبر حلف شمال الأطلسي الناتو عن القلق من الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في منطقة الشرق الأوسط. أعلن قادة الحلف خلال القمة التي عقدت في بروكسل التزامهم الثابت بأهداف الاتفاق الدفاعي المتفق عليه، وشددوا على مخاوفهم إزاء التهديدات التي تمثلها إيران وكوريا الشمالية وغيرها من الدول. بدوره أعلن الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي يانس سولنبرغ أن برنامج إيران للصواريخ البالستية لا يزال مصدر قلق للناتو، مؤكدا اتفاق جميع الحلفاء على أنه لا ينبغي على إيران إنتاج أسلحة نووية. كما شدد على أن الاتفاق النووي الإيراني مرتبط ببرنامج طهران النووي، وأن هذا الاتفاق لا يشمل برنامج الصواريخ البالستية، مضيفا أن إيران تستمر في تصنيع واختبار الصواريخ البالستية وزيادة قدراتها التي يمكن أن يبلغ مداها إلى الدول الأوروبية الحليفة لحلف الناتو.